عاملة ايه يا هجر؟ الحمد لله تمام. اشمعنى اخترتين انا؟ انا حسيتك مميزة عن كل يعني اي ميك اب شفته. تعمل ايه النهاردة؟ نفسك تعملي ايه في الميك اب؟ اتكلمي براحتك، مالكيش علاقة بالناس اللي بتقولك سيمبل وترتر والكلام ده. اللي انت عايزاه انا هعمله لك، دي بتبقى ليلة العمر، وكل بني ادم بيبقى ليه ذوق. اهم حاجة عايزة اطلع حلوة، تمام، واثقة فيكي طبعا ان انت تطلعيني حلوة. يعني نشتغل على الحاجات الهاديه، وان اللي انت هتقولي عليه قلت لك انا هعمله لك. ماليش ملناش علاقه بالساحه وملناش علاقه، كل بني ادم ليه ذوق، وكل بني ادم بيبقى نفسه في حاجه بيبقى عايز اليوم دوت يحققها. هي بتبقى ليله العمر. نشتغل على السيمبل. مش هحرمك النهارده من حاجه، احنا ملناش دعوه بالناس، احنا شغالين بمزاجنا. عايزه رسمه العين ايه؟ عايزه رسمه العين تكون حلوه. ايوه، وعيني مدوره كده. ايوه، تبقى باينه اموره كده. ايوه اتكلمي. ايوه طلعي اللي عندك والباقي عليكي انت. ايوه انا عايزاكي تاخدي راحتك، بقول لك مالكيش علاقه بحد خالص. الليله ليلتك يا جميل. عيشي بقى. ايوه حلوه قوي. جميل قوي. حلو قوي.